الأمم المتحدة أدركت من اللحظة الأولى بأنها معنية بقضية مساندة هذه الشعوب، الوقوف معها. وأهم ما في الثورات وأخطر ما فيها هو ما بعد الثورة، إقامة دولة القانون، العدالة للجميع، عدم التشفي حتى من الخصوم. كل هذه بالنسبة للأمم المتحدة هي أهم من الثورة. ليست بالسهلة، ولكن ما بعد الثورة ليس بأقل من الثورة ذاتها. لذلك كان الأمم المتحدة مدركة ثارة قضية استرداد الأموال، والأمم المتحدة كان عليها دور كبير يجب أن تلعبه، ولعبت هذا الدور في قضية تكليف محامي خاص للأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف. تشرفت بتعييني في هذا الموضوع كمحامي خاص للأمم المتحدة في شهر أوت الماضي، عندما قابلت فخامة الرئيس في هذا المكان في تونس من فترة. وجدت من فخامة الرئيس كل الدعم، ولا أنسى أبداً أنه فخامة الرئيس يعني في بداية الحديث قال: إذا كانت الأمم المتحدة وثقت فيك وأنت شاب عربي، يجب أن تكون ثقتنا فيك كعرب أكبر من ثقة الأمم المتحدة. وهذا ما كان. وقف فخامة الرئيس أمام مع هذا التعيين مع محامي الأمم المتحدة، وخصوصا بأنه عربي، وقفة تذكر وتشكر لفخامة الرئيس. قدم كل الدعم، قال: لدينا الكثير من هذه القضايا، تولى هذه القضية بداية. وبالعكس تونس، أنا أعتقد أنه تونس كانت من الذكاء بمكان فخامة الرئيس والحكومة. الأخ حمادي الجبالي لما قابلت، الأخ رفيق عبد السلام وزير الخارجية، الأخ كل الأخوة اللي قابلتهم، الوزير العدل البحيري، كلهم كانوا بنفس الدعم والتقدير لهذا التعيين. لكن فخامة الرئيس يعني ما أنسى له أبدا الكلمة أنه قالها: أنت شاب عربي تم اختيارك، يجب أن ندعمك كعرب ونقدم كل الدعم لك. تونس كانت مدركة من اللحظة الأولى بأن وجود الأمم المتحدة يجب أن يستثمر في هذا الملف. فخامة الرئيس قالها وقال: بوجود الأمم المتحدة يجب أن يكون غطاء قوي لاسترداد هذه الأموال. يجب أن يدرك الجميع بأن دول الربيع العربي لا تتحرك منفردة، هناك منظمة بحجم الأمم المتحدة تقف وراء هذا الدعم. أنا بدوري يعني أشكر كل الدعم اللي وجدته كمحامي للأمم المتحدة من فخامة الرئيس، من الأخوة في تونس، من الحكومة، من الأخ حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، من الأخ رفيق عبد السلام، منهم كلهم. فلكم كل الشكر والتقدير. أرجو أن توفق تونس في الملفات الأخرى. هذه القضية يا أخوان ليست بالقضية السهلة، لأنك في نهاية المطاف تطارد شبح لا ملامح له، أموال انتقلت من مكان إلى 20 مكان آخر. هذه الأموال ستجدونها خضعت إلى 20,000 اسم، أسماء وهمية، أشخاص ليسوا موجودين، شركات لا وجود لها، انتقلت من مكان إلى مكان، من جزيرة إلى جزيرة، من بلد أوروبي إلى أمريكا اللاتينية، انتقلت في 20 مكان و20 موقع. لذلك القضية ليست سهلة، تحتاج إلى نفس، تحتاج إلى دعم. اللي أنصح فيه، ولكن كمحامي كقانوني، هذه القضية ليست مغنم، هذه القضية مغرم. بعض الأصدقاء يعتقد أنه في نهاية المطاف يجب أن نشارك في هذا النجاح، لا تدعوا فلان أو الوزير الفلاني أو الشخص الفلاني ينجح في هذا الملف، يجب أن نشارك في هذا النجاح. هذه القضية مغرم وليست مغنم. أرجو أن يوفقون الأخوة في دول الربيع العربي في استعادة ما يمكن استعادته. المشوار طويل، لكن هذه القضية مثل ما تفضل فخامة الرئيس منذ قليل، رمزيتها أهم من المبلغ. قد لا يكون المبلغ كبير المجلوب، لكن رمزية هذه القضية، أن يدرك الجميع بأن هذه الأموال أينما ذهبت ستعود. لكن يجب أن يكون وراء هذا الحق مطالب، وأن يعرف قواعد هذه المطالبة. أشكر في نهاية هذا الكلام، ولن أطيل عليكم بوجود فخامة الرئيس. أشكر فخامة الرئيس مرة أخرى. بداية الغيث قطرة، والغيث هو استرجاع كل أموال المنهوبة والمسروقة سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. الإرادة السياسية في تونس واضحة، نحن سنسترجع هذه الأموال إن لم يكن كلها فجلها، وسنتخذ
في هذا الإجراءات الضرورية وسنأخذ الوقت الكافي. إذن هذا الشيك 28 مليون دولار هو القطرة، بداية الغيث. لن نتخلى أبدا عن متابعة اللصوص الذين سرقوا أموال شعب فقير، لن نتخلى أبدا عن حقوقنا في استرجاع هذه الأموال المنهوبة. سنأخذ كل الوقت، كل الوقت لهذه العملية. من يريدون، إذا وجد هناك ناس عقلاء يريدون مصالحة مع أوطانهم ومع شعوبهم بإرجاع جزء هام وكبير من الأموال التي سرقوها، فنحن من أنصار العدالة الانتقالية ولسنا من أنصار العدالة الانتقامية. وأذكر أنني لم أقل في يوم من الأيام بأن تونس يجب أن تكون فيها مشانق، بل قلت العكس، أن تونس بلد لن ترفع فيه المشانق. هذا ما قلته، هذا ما أجدده. نحن إذن مع العدالة الانتقالية وليس مع العدالة الانتقالية بالانتقامية، ويجب أن لا تحذف الكلمات من موضعها. إذن مرة أخرى، نحن سنتابع كل الناس الذين سرقوا أموال هذه الشعب وسنسترجعها، وإن أرادوا المصالحة مع أوطانهم ومع ضميرهم فلهم ذلك، فلهم ذلك، فلهم ذلك. في هذا الزمن الباقي علينا من أجل استرجاع هذه الأموال، أريد أن أؤكد أننا فخورون بالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة. أننا نعتبر أن هذا الشاب العربي يشرف العرب، لأنه رجل يعمل ليلا نهارا لدعم الثورة التونسية والثورة العربية. وأريد أن أقول أن وراء الأمم المتحدة وراء هذا الرجل هناك دولة شقيقة صديقة اسمها قطر، دفعت جزءا من الأموال لاسترجاع هذه الأموال. وأنني أعتبر كتونسي وكعربي أن الناس الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة بالسب والشتم هم أناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحملوها أمام القانون. أنا أريد أن أقول هنا أنني فخور بالدعم الذي قدمه هذا الشاب، وأشكر كل من كانوا وراءه وساهموا في هذه العملية. أخيرا وليس آخرا، رمزية هذه العملية، نعم هذه عملية رمزية ليقول للتونسيين أننا لم نتخلى عن وعدنا في متابعة هذه الأموال. رمزية هذه العملية لأننا نقول للصوص أينما كانوا أن عهد عدم المحاسبة قد انتهى، وأن عليكم في كل مكان أن ترتعشوا، في كل مكان أن ترتعشوا، فلن تتمتعوا بهذه الأموال الباقية لكم ضمير، ولن تتمتعوا بهذه الأموال، لأننا سنلاحقكم، لأن أشخاص مثل الدكتور علي سيلاحقونكم أينما كنتم وكل الوقت المتطلب، سنوات وعقود. ولكن مسألة سرقة أموال شعب فقير والتمتع بها في أماكن تعتبرونها محصنة عبر كل محاولات التي وصفها الدكتور علي من محاولات التمويه، كل هذا انتهى. أن كل إنسان سيكون مسؤولا عن أعماله وأفعاله، وخاصة عندما يسرق أموال شعب فقير مثل الشعبي. ولهؤلاء الفقراء الذي سرقت أموالهم نقول نحن في هذه الدولة قررنا وقف نزيف الفساد، وقف نزيف السرقات. لن تسرق أموالكم من هنا فصاعدا، سنحارب الفساد في كل مستوياته، وسنجعل هذه الأموال التي تذهب الآن ليتمتع بها بعض الناس على حساب من يموتون بالجوع، هذه الأموال ستضخ، ومنهم هذا الشيك سيضخ من هنا فصاعدا في يعني تمويل الأعمال، في تمويل المؤسسات الصغرى، في إعطاء الحق للشغل والكرامة لكل المواطنين. إذن أخي علي، برافو عليك في هذه العملية الأولى، وبالطبع نحن ننتظر من الكثير والكثير. وأقول للتونسيين كونوا على ثقة أن هذه الدولة وهذه الحكومة ستواصل هذا المشوار الصعب الطويل إلى أن تتمكنوا من التمتع بخيراتكم، وأن تعيشوا في هذا البلد وأنتم ملاك وليس كراء. والسلام عليكم. أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم في استرجاع هذا النصيب من الأموال المنهوبة. ومثل ما تفضل به السيد محامي الأمم المتحدة، لا يتعلق الأمر بمغرم بل هو مغرم، والمغرم استوجب تحمل المسؤوليات. وفي هذه الكلمة أود أن أتوجه بالشكر إلى جنود الخفاء الذين ساهموا كل من موقعه، لجنة تقصي الحقائق، الجهاز القضائي، وزارة الخارجية، سفير لبنان، سفير تونس في لبنان، وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحمل هذه المسؤولية.
هذه لحظة تاريخية. بلدنا تونس كانت دائما عرضة للنهب من قبل حكامها، ومن لم يقرأ التاريخ فليطلع عليه وليرى أن أغلب من حكموا البلاد عاشوا فيها فسادا ونهبوها. هذه لحظة تاريخية، أننا الآن أمام وسائل إعلام تتمكن من تبليغ المعلومة إلى أقصى أنحاء العالم بالقول بأن منذ الآن لن يكون هناك إمكانية لأن يسرق شخص مال الشعب وأن يهدأ به. أعيد وأجدد شكري لزميلي السيد النائب العام وحامل الأمم المتحدة، السيد رئيس الجمهورية، لزملائي في الحكومة، سيد وزير المالية، سيد وزير الخارجية، ولدولة لبنان، ولكل من ساهم في استرجاع هذا المال الذي أنا مكلف فقط وليس هنا إلا مسؤولية أخرى، بحكم أن السيد وزير العدل السابق سينور الدين حيري هو من أسند التفويض لمتابعة هذا الملف. وبالتالي السيد النائب العام عندما أرجع هذا الشيك محامي الأمم المتحدة إنما أرجع الأمانة، وأنا بدوري أرجع الأمانة إلى السيد وزير المالية الذي هو رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة. طريق طويل هذه البداية متاعه. احنا الوزارة المالية مكلفة بالتصرف إن شاء الله التصرف الحكيم في الأملاك المصادرة وفي المال الأموال المهربة. هذه أول عملية الأملاك المصادرة مشينا فيها شوط كبير، عملنا معناتها أكثر من 500 شركة تمت مصادرتها، وإحنا اليوم سهرين على التصرف فيها في أحسن الظروف رغم الصعوبات اللي نواجهوها، والسرعة وفي نفس الوقت التوفيق بين السرعة والنجاعة. وهذه أول عملية متاع استرجاع أموال المهربة، وإن شاء الله تاخو نفس المسار متاع الاستعمال الحكيم في الاستثمار وفي خلق مواطن الشغل واسترجاع كرامة التونسي إن شاء الله.